الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. هذا الباب باب عظيم، فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. فالبر بالوالدين لا يقتصر على مباشرة البر بهما، بل إن البر يتعدى إلى أصدقائهما وأهل أصدقائهما. وهذا لا شك أنه باب واسع في بر الوالدين. وأيضا ذكر رحمه الله في هذا الباب البر بأصدقاء الأقارب وأصدقاء الزوجة، وهذا أيضا من الإحسان إلى الخلق ومن الإحسان إلى الأقارب وإلى الزوجة، وهو باب واسع فتحه الله عز وجل لعباده يتزودوا فيه من الطاعات. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. في هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر، ليس من البر فقط بل من أبر البر، يعني من أعظم البر وأكثره أجراً وإحساناً، أن يصل الرجل ود أبيه. ود أبيه يعني أصدقاء أبيه، ويدخل في ذلك أصدقاء الأم كما سيأتي علينا في الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وإكرام صديقهما. فيدخل في هذا كله الأم والأب، فإكرام أصدقائهم داخل في البر بهم، بل هو من أبر البر، وهو باب عظيم ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنه. ففي هذا الحديث قال: أن يصل الرجل ود أبيه. الثاني الذي بعده: أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. وهذا باب عظيم على الإنسان لا يغفل عنه. قال: وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم العراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. إذن عندنا من أبر البر أن تصل ود أبيك، ومن أبر البر أيضا أن تصل أهل ود أبيك. فكل هذا من الإحسان ومن البر الذي ينبغي الإنسان لا يغفل عنه، لأن فيه أجور عظيمة. ودليل ذلك أن النبي سماه أبر البر، يعني أعظم البر، فعلى الإنسان لا يغفل عن هذا الفضل العظيم. قال: وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يعني معه حمار إذا مل من ركوب الراحلة وهي الناقة استراح على هذا الحمار، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. أعطاه حماره وأعطاه عمامته. وهذا في وقتهم لا شك أنه أمر عظيم، لأن الحمار دابة يركب عليها، يسافر بها، يحمل عليها، والعمامة تلبس في وقت الضيق ووقت الحاجة عندهم. ومع ذلك أعطى هذا الأعرابي حمارا وأعطاه عمامة، وهي أنفس ما يكون عندهم في ذلك الوقت. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن كان معه من أصحابه يعني أنكروا عليه ذلك،
قالوا هؤلاء الأعراب، يعني لو أعطيته شيء قليل رضي به، ولكن عبد الله بن عمر لم يرضى إلا بالأمر العظيم عندهم. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي، يعني الأعراب يأخذون شيئا قليلا ويرضون به لأنهم محتاجون إلى المال، فإذا أخذوا شيئا يسيرا رضوا به، ولكن عبد الله رضي الله عنه أعطاه الشيء الثمين. فقالوا له: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، يعني ترتاح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. وهذه روايات كلها رواها مسلم في صحيحه. فهذا باب عظيم على المسلم ألا يغفل عنه، وهو أن يصل أهل ود أبيه وأن يصل ود أبيه، فإن هذا من البر بالوالدين. قال: وعن أبي أسيد مالك بن ربيع الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وهذا الحديث رواه أبو داود وأيضا ابن ماجة، واختلف العلماء في ثبوته، فمنهم من ضعفه ومنهم من أثبته، ولكن ألفاظ هذا الحديث تشهد لها بقية الأحاديث والأدلة من الكتاب والسنة. فأولا قال: الصلاة عليهما، يعني بعد وفاتهما، والمراد بالصلاة هنا الدعاء، وقال بعض أهل العلم: ويدخل فيها أيضا صلاة الجنازة، فمن البر بالوالدين أن يصلى عليهما صلاة الجنازة، وأيضا يكون معنى الصلاة الدعاء، بأن يدعى لهما بعد موتهما، والدعاء هو أعظم ما يقدم الميت بعد موته، فهو أحوج ما يكون إلى هذا الدعاء. ولذلك جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء من أعظم هذه الأبواب الذي ينفع بها الحي الميت. وأيضا قال: والاستغفار لهما، يعني بأن تقول: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما. فهذا الاستغفار من أعظم الأعمال ومن أعظم أعمال البر. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يوم القيامة يجد استغفارا كبيرا في صحيفته، فيقول: أن لي هذا؟ فيقال: هذا باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فعلى المسلم ألا يدع الدعاء للوالدين والاستغفار لهما في كل أوقاته، فيجمعهما في الدعاء لنفسه في كل الأوقات التي يدعو فيها لنفسه يدعو لوالديه، لأن هذا من أعظم البر بهما. قال: وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي يعني إنفاذ الوصية التي يوصون بها، إذا كانت شرعية فإن من البر بهما أن تنفذ وأن تنفذ. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فصلة الأرحام تعتبر من البر بالوالدين. قال: وإكرام صديقهما، وهذا موافق لما ذكر المصنف قبل قليل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان لا يذبح الشاه فيهدي في خلائلها، يعني صدائقها، منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وهذه يعني الحادثة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس برًا بأزواجه، فخديجة رضي الله عنها وأرضاها كان لها من البر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله أحد،
فأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبنبوته وبرسالته هي خديجة، أول من آمن بالإطلاق، أول من آمن بالرسول خديجة، فهي أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان منها ما كان في وقفتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نصرته، وفي تهدية روعه، وفي مواساته، وفي تثبيته، فكان لها من الفضل ما لم يكن لبقية نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من ذكرها حتى غارت عائشة من ذلك، وهي لم ترى خديجة أبدا، لم ترى خديجة أبدا، ولكنها غارت من كثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها. وصرحت قالت غرت، فقالت غرت، ما غرت على أحد من نساء النبي، ما غرت على خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها. فكانت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. غيرة النساء هذه أمر طبيعي، ولذلك قيل أشد غيرة بني آدم غيرة الضرات، فهي تغير غيرة غيرة شديدة جدا. وما سميت الغيرة غيرة إلا لأن الغيرة التي تكون في القلب وهي الانفعال النفسي بأن لا يكون الحبيب دخله حبيب آخر، فلذلك سميت الغيرة غيرة. قالت وربما ذبح الشاة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو البر بالزوجة، وهذا يفيدنا حسن المعاشرة مع الأزواج في حياتهما وحسن التعامل معهما بعد وفاتهما والبر بهما والبر بالزوجات بهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة ثم يقطعها ثم يعطيها أصدقاء خديجة رضي الله عنها، وهذا عمل يعني لا شك أنه عمل يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك من ماتت عنده زوجة فإنه يستحب له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكرم صديقات هذه الزوجة إما بالذكر الحسن وإما بالصدقة وإما بالهدية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من هنا نعلم أهمية الزوجة في الإسلام، وأن الإسلام اعتنى بأمر الزوجة عناية عظيمة، ولذلك كان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة عند عائشة عندما قالت لخديجة قالت للنبي كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت، يعني ذكر من فضائلها، وكان لي منها ولد، لأن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور والإناث كلهم من خديجة إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من مارية القبطية. قال وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد وهي أختها، فلما استأذنت عرف استئذانها باستئذان خديجة، يعني كأن هالة استفادت أدب الاستئذان من خديجة، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح لذلك، فقال اللهم هالة بنت خويلد. آخر ما ذكر في هذا الباب قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. وهذا فيه تواضع جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله رضي الله عنه كان من أعيان الصحابة، وهو أكبر من أنس بن مالك سنا، ولكنه كان يخدم أنس بن مالك رضي الله عنه لخدمة أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الأنصار كانوا يتسابقون في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جرير بن عبد الله يخدم أنسا مع أنه كان أصغر منه إكراما له لإكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم بخدمته. ولذلك يقال إكرام حبيب الحبيب من إكرام الحبيب، إكرام حبيب الحبيب من إكرام الحبيب، فإكرام جرير بن عبد الله لأنس بن مالك هو إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ورد عن غير جرير بن عبد الله من الصحابة، كما جاء ذلك عن زيد بن ثابت أن عبد الله بن عباس كان يعني يخدمه وكان يتنزل معه ويتواضع معه مع أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن خدمة أهل الفضل وأهل المكانة لا غضاضة فيه، فلو خدم الرجل عالما
أو من له مكانة في الإسلام فإن هذا ليس فيه غضاضة وإن لم يكن من أهله. فجرير بن عبد الله البجلي لم يكن من أهل أنس بن مالك، بل كان أصغر منه سنا، ولكنه خدمه وتواضع معه لخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما ذكره رحمه الله في هذا الباب العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.